كرم وفد الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية، وذلك لتميز الجمعية في مجالات العمل الخيري محليا ودوليا. نعم، الجمعية حازت على جائزتين، الأولى جائزة التميز في مجال رعاية الأيتام كافل، والثانية جائزة مانح في تحقيق الاستجابة العاجلة ومتطلبات التنمية لهذا العام. عمرها 4 سنوات فقط، ولكنها تفوقت في خدمتها الإنسانية والخيرية على مستوى دولة الكويت وخارجها، وكأنها لها باع طويل في هذا العمل. إنها جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية التي كرمت اليوم من قبل الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، وقد حازت على جائزتين، الأولى في مجال رعاية الأيتام والثانية في الاستجابة العاجلة للإغاثة والمساعدات. ساهمت في إبراز الجانب المشرق من أبناء الكويت، اليوم الجمعية يمثلها جميع أبناء الشعب الكويتي. الحمد لله ظهرت صورة الكويت على مستوى العالم أجمع، فبالعكس تستاهل وتستحق هذا التكريم، كون التكريم في مجال رعاية الأيتام كذلك في مجال المنح لهذا العام. هو تكريم ليس للجمعية فحسب، بل تكريم يضاف إلى سجل دولة الكويت الحافل بالعطاءات. عملنا قرية نموذجية متكاملة للأيتام بكل ما فيها من خدمات، من مدارس ومستشفيات وملاجئ وكل ما تحتاج لليتيم وبيوت في هذه القرية. والحقيقة هذا كله بدعم ومساندة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الإنسانية. عمل الخير غدا أبرز صادرات الكويت للعالم الخارجي بجهود المخلصين، والذي تحول إلى كيانات مؤسسية راقية فاعلة يشرف عليها أناس مشهود لهم بالنزاهة والعطاء. وتبقى الكويت هي مركز العمل الإنساني في ظل قائد هذا العمل الإنساني الشيخ صباح، عسى الله يرده بالسلامة، وإخواننا المتطوعين الحقيقة اللي كان لهم الجهد الكبير في هذا التكريم، سواء في جائزة رعاية الأيتام ولا مانح سنة 2020، وبإذن الله نستمر. ستظل دولة الكويت بجمعيتها الخيرية رمزا للعمل الإنساني ونجما يسطع في سمائها. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.